نتزين احنا وبنحب هذا الشيء وبس هو غواية، لكن شو تأثيره في النفس البشرية اصلا؟ وشو علاقة النفس بالجسد؟ ما هو اصلا قالوا في الزمان وابصر لحد وين وصل العلم، انه 60% من الامراض الجسدية اساسها نفسي، 60%. واقول لكم 90% من اسباب العجز، 90% من اسباب العجز الجنسي عند الرجال نفسي، يعني مش يظلوا رايح وجاي على الطبيب، الشغلة بدها نفسي 90%. مش تراجعوني انا، انا مش مختص انا في الموضوع. المهم في اطباء مختصين. فما تظنوش انه حتى هذه لما نقول هذا جمال والاشياء الجميلة وكذا انه بس. طيب وشو بنعكس الجمال؟ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، الآية القرآنية. طب هذا الجمال ايش بنعكس نفسيا؟ ما هو مرات النفس والعقد النفسية مشكلة، مش هيك؟ وشو بيحل حلها؟ أمور. ولذلك عالم الألوان على فكرة في دراسة ما يسمى بسيكولوجية الألوان، هذا التعبير طبعا غربي لأنه إذا تأثير الألوان من ناحية النفسية إشي عجيب، والأصل أنه يتم دراسته واستخدامه. مثلا بدنا نستخدم في طراشة فصول الأولاد، الأولاد المدارس، شو يفضل الألوان اللي نستخدمها مشان يستوعبوا الطلاب أكثر؟ هذا علم الآن. طيب أنت عندك في الدار غرفة تتعرض للشمس أو غرفة بتجيهاش الشمس، شو هون وشو هون؟ هذه علم. طيب عندي غرفة ضيقة، كيف بدي أوحي للناس إنها متسعة؟ إيش أطرشها يعني؟ بقولتم مش تراجعوني، مش في مهندسين، تمام؟ حتى إلى درجة كانوا يعتقدوا زمان إنه الطبيب يلبس أبيض والممرض، الآن إذا بتلاحظوا غيروا للأخضر. أنتوا بالكم غيروا هيك؟ مع إنه الأبيض ببين عليه النظافة أكثر، لكن شو اللي خلاهم يغيروا لأخضر؟ اللي بيدخلوا اليوم على العمليات الجراحية الدكاترة ولا مش هيك؟ وأخضر محدد. هذا ما نظنش يعني إنها المسألة، النفس البشرية معقدة وتحتاج كل هذا من حاجاتها اللي الله سبحانه وتعالى خلقه. طيب الأبيض بيبين عليه الدم، بس هل كده تركوا كلهم في العمليات تركوا الأبيض؟ بيكون مخيف نوعا ما، وكمان بيكون مخيف والله سبحانه وتعالى خالق الدم أحمر على فكرة برضو، ليش؟ طيب المهم بتقولوا لي الحديد، طب ليش أحمر؟ المهم مش موضوعنا.